ظاهرة دهون الكبد هي ظاهرة خطيرة، وللأسف كتير أشخاص بيعانوا منها وما بيعرفوا إنه الحل المناسب لها هو النظام الغذائي أو خسارة الوزن، وكتار بيفكروا إنه العلاج بيكون بالأدوية، بس للأسف هيدي الظاهرة هي سببها تراكم الدهون على منطقة البطن أو البدانة بشكل عام. لهيك أكترية الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة دهون على الكبد بيكون سبب الأساسي هو البدانة أو زيادة الوزن أو تراكم الدهون على منطقة البطن أو الشحوم. لهيك بصير عندنا توزع الدهون يروح على كل المطارح بالجسم ومن هون حينتقل على الكبد، لهيك بنلاقي كتير بعض الأشخاص بيكون عندهم هيدي المشكلة. شو الحل بهذا الموضوع؟ الحل هو خسارة الوزن، لأن العلاج بالأدوية منه كافي أبدا، والحل الأساسي أو الجذري بهذا الموضوع هو خسارة الوزن واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ليتخلصوا من هيدي المشكلة. لأنه في كتار بيفكروا أنه الدهون على الكبد هي علاجها بالأدوية، ممكن يكون العلاج بالأدوية أكيد، بس الحل الأول والأنسب لمعالجة دهون الكبد لحتى ما تتطور لمشكلة تانية هي خسارة الوزن واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وأنه نحن نجرب نتجنب زيادة الوزن أو المشاكل أو البدانة اللي نحن عم نعاني منها. كثير من السيدات وخاصة الصغار بالعمر عم يلاحظوا أحيانا أنه عم يصير عندهم تأخر بالدورة الشهرية، وأحيانا عم يكون عندهم انقطاع بالدورة الشهرية على فترات طويلة، وللأسف بيكونوا هن مفكرين المشكلة من مشاكلهم النسائية أو من الأمراض النسائية اللي بيعانوا منها، ومن بعد ما يروحوا يعملوا فحوصات بيطلع ما عندهم مشاكل نسائية أو مشاكل صحية معينة لحتى تأثر على الدورة الشهرية، وهم بيصيروا يسألوا حالهم شو السبب أنه ليه ما عم يكون عندنا دورة شهرية او ليه عم يكون عندنا تاخر بالدوره الشهريه بالرغم انه ما عندنا اي مشكله نسائيه معينه. اول سبب بيؤدي الى تاخر او انقطاع الدوره الشهريه وكثير ناس بتجهله هو البدانه او زياده الوزن او التغير المفاجئ بالوزن. لهيك كل صبيه بتلاحظ حالها او بتشوف انه هي ما عندها مشكله صحيه او مشاكل بالهرمونز وعم تتغير الدوره الشهريه عندها، لازم هون تلجا لموضوع تغيير وزنها، لانه البدانه هي العامل الاكثر تاثيرا على موضوع الدوره الشهريه، وهون بصير يتغير الدوره الشهريه عندها. احيانا ممكن تؤدي انقطاع على فترات طويلة، وأحيانا ممكن تؤدي إلى تأخر بالدورة الشهرية. لهيك موضوع البدانة أو زيادة الوزن أو تراكم الدهون على منطقة البطن أو على منطقة المعدة بيؤدي إلى تأخر بالدورة الشهرية. وإذا ما كنتوا بتعانوا من مشاكل صحية أو هرمونات، الحل الأنسب بهيدي المشكلة هو إنك تخسري وزن وترجعي لوزنك الطبيعي والأنسب لجسمك لحتى ترجع دورة الشهرية تتركلج عندك ويصير في عنا دورة بشكل منتظم. شي مرة سألتوا حالكم لما تروحوا على مطعم ليش بتستلذوا هالقد بالطعام الموجود بالمطعم أو بالأكل يلي نحنا بناكله؟ أو إذا كنا عم ناكل بريستورون أو بأي محل في أكل كتير طيب وقديش نحنا بنستلذ بالطعام الموجود عندهم؟ أحياناً كمان بنكون عم نعمل أكل بالبيت بيكون الأكل كتير طيب وكتير شهي إذا كانت ست البيت بتعرف تحضره بطريقة مظبوطة. شو السبب الأول لهيدي الحالة وليش الأكل هون بيكون كتير طيب؟ أكثر سبب ممكن يكون يأثر على طعمة الأكل وعلى نكهة الأكل طبعا هون غير البهارات هو الملح، ولهيك دايما بنسأل حالنا انه ليش هالقد الأكل طيب. بس هو مش عم نحكي عن اي ملح، نحن هون عم نحكي عن الملح الصيني او على مادة اسمها الام اس جي او مونو صوديوم جليتاميت، وإلى عدة تسميات موجودة بكتير من الأكلات، واكثر شيء بنشوفها بمكعبات الماجي بالمعلبات بالهوت دوغ بالفاست فود بالأكل اللي نحن بناكله بالريستورنت او بعدة مطارح. وهيدا هيدا الملح هو اخطر انواع الملح تأثيرا على صحتنا، ولكن هو ألذ، لهيك هو كتير طيب كنكهة بس هو كتير خطير وبيؤدي إلى كتير من المشاكل الصحية. ليش الأشخاص بيستعملوه أكتر من غيره؟ بيستعملوه أكتر من غيره لأنه هو السبب الأول للإدمان على الطعام. لهيك في كتير أشخاص بيصير عندهم إدمان على أطعمة معينة مثل الهوت دوغ مثل الفاست فود جانك فود وعلى كتير نكهات ومنها مكعبات الماجي. لهيك بنلاحظ بعض السيدات أنه بصير تطبخ دايما بمكعبات الماجي وبصير تستعمله بأي طبخة بتعملها، لأنه مادة الأم أس جي هي مادة بتساعد على الإدمان. بالمقابل هي مادة كتير خطيرة وبتأثر كتير على جهازنا العصبي، بتأثر على الدماغ وإلى تأثير، وللأسف كتير من الأطفال عم يتناولوا كمان هيدي المادة بالتشيبس وبالاشياء اللي بياكلوها بالسوبر ماركت. لهيك انتبهوا كتير منيح شو عم تاكلوا وانتبهوا كتير منيح شو عم تطعموا ولادكم، لانه هيدي المادة هي مادة خطيرة ومنها ابدا صحية وبتؤدي الى كتير من المشاكل لجسمنا.
الأغلبية منا بيعانوا من مشكلة كتير مهمة وأساسية، واللي هي عدم الانتظام بالنوم. أحيانا بيصير عندهم أرق، أحيانا ما بيقدروا يناموا مظبوط، أحيانا بيناموا عدد ساعات قليل، أحيانا بفيقوا بحسوا كتير بخمول وبتعب من بعد ما يفيقوا، بحسوا بإرهاق، بحسوا حالهم كتير تعبانين. والسبب الأساسي هو نقص بالميلاتونين يلي هو مسؤول عن تنظيم النوم عند كتير من الأشخاص، أو المغنيسيوم يلي هو موجود في بقلبه الميلاتونين. سو كتير من الأشخاص عم يعانوا من هيدي المشكلة اللي هي عن جد خطيرة، لأنه مثل ما بتعرفوا إذا ما نمنا عدد ساعات كافية هيدا الشيء حيأثر كتير على صحتنا، على الميتابوليزم تبعنا وعلى صحة جسمنا. لهيك بنصحكم بمتمم غذائي بيساعد على تنظيم النوم، بخلينا ننام أحسن، بخلينا نوعى مزبوط، بخلينا نفيق بطريقة صح، وبخلينا نحس بنشاط لما نفيق. هيدا المتمم الغذائي كتير الأشخاص ما بيعرفوا عنه هو المغنيسيوم. المغنيسيوم مش بس بيرخي الأعصاب ومش بس بيساعد على تنشيط الجسم، بل بيساعد على تحسين ساعات النوم، بيساعدنا انه ما بقى نحس حالنا تعبانين لما نفيق، بيساعدنا انه ننام بشكل مزبوط وبشكل صحيح. لهيك اي شخص فيكم بيعاني من هيدي المشكلة مش غلط انه ياخد المغنيسيوم سبليمنت، لانه هيدا النوع من السبليمنت كتير بيساعد على تحسين ساعات النوم، بخلينا نفيق بطريقة مزبوطة اكتر. بنصحكم دايما اذا كان عندكم بدانة تطلعوا على الوجه الصحيح على الموضوع، وما تفكروا بس انه انا بدي اخسر وزن لحتى اظبط جسمي او لحتى يصير عندي شكل او شيب حلو. لا بالعكس، فكروا بصحتكم، فكروا انه البدانة هي عبء على صحتنا، فكروا انه البدانة بتؤدي الى كتير من المشاكل الصحية لجسمنا، فكروا انه البدانة هي سبب الاول للمشاكل الصحية بالعالم، ان كان سكري، ضغط، امراض قلب، والعديد من المشاكل يلي نحنا بنعاني منها. ما تفكروا بس انه نحنا ما نحصل على جسم حلو وزن مثالي، واكيد هذا الشيء مش غلط، بس نطلع اول شيء بالجوهر الحقيقي للموضوع، ويلي هو تراكم المشاكل الصحيه يلي بتاديها البدانه.